لكم بعد الفصل هذايا. دونك نرجع ديريكتومون بحذا الشيف مروان اليونسي. دونك وين وصلنا شيف في لي غوسيت نتاعنا اليوم؟ فات قدمنا في الصوص اللي فيها اللحم المفروم واللي هي اللي باش تشد لنا اللازانيا نتاعنا. فوالا دونك تذكروا احنا اليوم نعملوا في لازانيا بالبات ورده، وباش يكون عندنا الديسير باش نحليوه في الاخر بيان سور بالكريمه باتيسير نتاع سمارت شيف. لهنا في الروسيت هذه خذيت اللحم المفروم، البصل، المعدنوس، وخذيت شويه طان فري عواد الزعتر، حطيتهم من الاول، قليتهم معهم ومن بعد نحيتهم. ما نحبش ديما نخليهم، علاش؟ على خاطر المراره باش تتنحى. داكوغ. ومن بعد جست سايبوا المطعم يعطيك الصحه. ومن بعد فوالا، ومن بعد حطيت توا الفرماج البلو اللي ريحته قويه واللي فيه الموزيسور، حطيته في وسط لاباري الكل كيما تشوفوا. توا بدات تخثير وكل شيء، باش نخليوها حطينا الكريم زاده، وباش نخليوها نار ضعيفه وفي عقلها حتى هي تشد شوي. يعطيك الصحه. وتوا باش نبدا نطيب في اللازانيا نتاعي، خذيت ماء جوست حطيت فيه ملح. ولهنا باش ناخذ البات ورده نتاع اللازانيا. انا فما شكون يعملوا شكون يعملها نيه؟ يعطيك الصحه. انا ما نحبذش نيه. علاش؟ باش ما نخليهاش برشا في وسط الفور. داكوغ، معناها ديجا تطيبها ولا تعملها سيمي كويت؟ يعطيك الصحه، نخليها الدنتي كيما المقارونه الطليانيه. مي شنو نجي نعمل انه البات هذايا من بعد تل فاسون كي تطيب. علاش انا كي نعملها طايبه؟ اون فيت كي نعملها طايبه كي باش تعمل هيك الكوش باش تغطي، تكون بريسيز، مش كيما على خاطر هي نيه باش الفا شونجي تاي كي باش تطيب. سي فري، يعطيك الصحه. دونك هكاك نبدا سور اللي هي مش باش تتحرك والبارتي كلهم باش يبدوا لهنا. جوست هذوما نحطهم كيما هكا. اوكي. ونحاولوا نحضروا يا منديله تكون نظيفه وكل شيء، ونفرشوها ونسيو، سواء نستعملوا بابي اسويتو اللي احنا سور ما يلصقش. بابي ابسوربون معناها باش ما يلصقش. أي. نحطهم يطيبوا لهنا، ومن بعد توشين نمسوا احنا كل تقعد شاده، اذا ما تقعدش شاده مش طايبه على الاخر، ما تكونش طايبه برشا. فوالا. ولهنا خذيت البراسيا باش نعملها كيما لونيون كاراماليزي كيما تعرفوا، باش نسوتيها ونزيدها في الاخر شويه سكر. هذيك زاده باش تبدا فما دلاماج في وسط اللازان. يعطيك الصحة شيف مروان. دونك نرجع لك من بعد شوية بالنسبة للديسير نتاعنا اليوم. أنا نحب نذكركم أنه اليوم راهو اخترنا لكم بون بلون تخي سامباتيك بمناسبة العودة المدرسية. بيان سور برشا صغيرات وليداتنا لي ستوديون تلامذة يستعملوا لي بيسي بورتابل. دونك البي سي بورتابل اللي اخترناه لكم اليوم تلقاوه في فناك تونيزي. فناك موجودة بجنب كارفور المرسى، والأوفر نتاعها انتيريسون على الآخر. Un ordinateur PC portable, bien sûr, HP i3, soum nteo 1,99 dinar اكاهو. والحاجه الباهيه وانك تنجم تخلصوا باغ فاسيليتي على 6 اشهر، معناها باش يجيكم السوم شويه بالكل، تدفعوا ليزيشيونس خفيف على الاخر كل شهر. الحاجه الثانيه الباهيه وانه زاده تنجموا تخلصوا على 6 اشهر ابتداء من شهر اكتوبر، على خاطر توا في سبتمبر عندنا برشا مصاريف نتاع العوده المدرسيه. وفناك تونيزي خمت في البوان هذايا، وهكا سهلت عليكم تبداوا تخلصوا من شهر اكتوبر، والسوم هو سونز انتيغي على 6 اشهر، ما يتبدلش السوم. دونك اليزي امشيو من توا لفناك تونيزي، وباكثر معلومات تنجموا تلقاوهم على صفحه الفيسبوك فناك تونيزي. تو باش نخرجوا مع اليمون، مع مريم التوكيبري باش تحكي لنا على لي برودوي ديرمافيك، وراجعين. ميرسي عفاف، عسلامة، مرحبا بكم الناس كل تتفرجوا فينا. اليوم باش نحكي لكم على ان برودوي منتوج تونسي اللي هو يعاون في انقاص الوزن. بيان سور ديما باش نعطيكم دي كونساي باش تحافظوا على صحتكم. المنتوج هذايا اللي هو خل الهندي ديرمافيك. خل الهندي معروف اللي هو غني بالمعادن وبالفيتامينات، اللي اول حاجه تغذي الجسم نتاعنا، وثاني حاجه تعاون برشا في انقاص الوزن، على خاطر نعرفوا اللي الجسم نتاعنا قد ما يكون فيه معادن فيتامينات ونكونوا متغذين مليح، قد ما الميتابوليزم نتاعنا يتحسن. ميتابوليزم اللي هو عملية الحرق في البدن. فما برشا ناس يعملوا ريجيمات واللي ما ينجموش ينقصوا فاسيلمون والا عندهم بلوكاج. دونك لهنا خل الهندي يعاونهم بالكدا. ما ننساوش زاده اللي خل الهندي منصوح به برشا بالنسبة للناس اللي عندهم السكر، على خاطر يساهم في تعديل السكر في الدم، بطبيعة من غير ما نبدلوا جرعات الدواء نتاعنا والا الانسولين نتاعنا. كيف يعاون باش ينظم دقة القلب، وبالتالي يعدل ليبرتونسيون للناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. لهنا ديما راهو الماكلة لازمها تكون متوازنة مع الخل هذايا، على خاطر
الخل باش ناخذوه 10 مليلتر قبل فطور نص النهار و10 مليلتر قبل العشاء نتاع الليل. لهنا ديرمافيك لابوراتوار يل بروبوز دو باك، دونك عندنا لو باك دو 3 اللي هو ثلاثه بيبز يشدونا تقريبا شهر ونص، وعندنا لو باك دو 6 اللي هو يشد ثلاثه شهور بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر زياده في الميزان، والا للناس اللي يحبوا زياده كيف كيف يحافظوا على صحتهم ويغذيوا رواحهم. في الباك دو 6 لابوراتوار ديرمافيك اغرولاين يهدي معاه زيت الزنباع اللي هو مهم برشا بالنسبه للبشره نتاعنا، خاصه للناس اللي عندهم زياده في الميزان واللي يتشكاو شويه من السيلوليت والا البشره نتاعهم تكون جافه، دونك لهنا يعاون بالكدا وقت اللي الانسان قاعد ينقص في الميزان باش يحافظ على البشره ويحميها من الترهلات اللي تنجم تصير. زيت الزنباع هذا كادو مع الباك دو 6 اللي سوم نتاعو 119 دينار، سوم الباك دو 3 اللي هو 59 دينار، دونك لهنا لي دو باك هذوما متوفرين والنقل مجانا لعندكم في الدار. يسوفي باش تكلموا لي نيميرو دو تيليفون، دونك لهنا لابوراتوار اغرولاين مع زيت مع الخل نتاع الهندي ما يضيع حتى شيء. دونك لا شير نتاع الهندي هذيك اللي يخرجوا منها الخل، يقعد منها البذور نتاعها قلوب الهندي هذوكم اللي يخرجوا منهم البودغ نتاع الهندي واللي هي مهمه برشا. لهنا نلقاو البودغ نتاعنا هذايا في الباك جولد اللي هو لابوراتوار اغرولاين، دونك يهدي البودغ هذه مع الزيت زيت الشعر اللي هو مهم برشا باش نحافظوا على الشعر نتاعنا. هوني علاش معناتها في لا روبريك نتاع التغذيه نحب زاده ديما ننصح بالحفاظ على الجمال نتاعنا كسوا بالنسبه للنساء والا للرجال، على خاطر معظم المشاكل اللي تنجم تصير وقت نعملوا حميات قاسيه انه اول حاجه نلاحظوها سقوط الشعر. دونك لهنا الزيت هذايا يعاون برشا باش يطول في الديوري دو في نتاع الشعر، معناتها الشعر القصيره باش تطويل تكون قويه وبالتالي نتفاداو التساقط نتاعها. الزيت هذا اللي هو فيه زيت الهندي، فيه زاده كيف كيف زيت زيتونه، فيه مجموعه نتاع زيوت اللي مع بعضها افيك دي دوز بيان ديتيرميني تعطي افيكاسيتي احسن للشعر. ما ننساوش اللي لابودغ هذه مهمه برشا باش ننظفوا بها البشره نتاعنا، نزيدوها شويه ماء ورد ونجموا نعملوا بها معناتها دي مساج سيركولير على الوجه نتاعنا ومن بعد نغسلوا ونلاحظوا انه الوجه نتاعنا تنحات منها اكل الخلايا الميته واللي هي هذيك تنجم تسبب في ظهور الحبوب على الوجه نتاعنا. بالطبيعه من هنا من الباك جولد اللي هو السوم نتاعو 40 دينار باش نتنقل بكم للباك نتاع الصابون. لهنا الصابون هذا اللي هو لو صابون نوار، دونك فما بليزيور بارفان ولي بارفان نتاعو ناتوريل، معناتها كيما لهنا كي نلقاو مثلا اللي هو بالسيترون راهو سي دو سيترون بالحق ماهوش معطر والا مضافات غذائيه والا مضافات تجميليه اللي هي تنجم تضر البشره نتاعنا. دونك لهنا هذا كيفاش يعملوه في لابوراتوار اغرولاين ديما ناكد على خاطر منتوج 100% طبيعي. ياخذوا الظلفه نتاع الهندي بالنوار نتاعها، دونك لهنا يعصوها الكل ويخرجوا منها الماء نتاعها، يزيدوها الزيت نتاع الهندي بطبيعه اللي هو عنده معناتها ديزيفي بهين برشا ترطيبيه خاصه للبشره نتاعنا، دونك لو سافون هذا نجموا نستعملوه للبدن الكل والا حتى للوجه على خاطر حاجه طبيعيه واللي هي ترطب. il n'est pas décapant معناتها ما يشيحش جلده، يرطب في نفس الوقت ينحي لو سيبوم الزايد اللي هو سبب في ظهور الحبوب. دونك لهنا هذايا الصابون نتاعنا ب 12 دينار. وفما كيف كيف الزيت نتاع الهندي، خليت الحاجه اللي هي معناتها هوني نحب نحكي عليها عفيف سورتو على خاطر معروف برشا زيت القلوب نتاع الهندي في العالم الكل واللي هو الليتر نتاعو غاليه برشا اون اورو، مي احنا بيسكو في تونس سي ان برودوي لوكال يتسمى رخيص وهذه فرصه باش نستعملوه. الزيت نتاع القلوب نتاع الهندي ابوبخي الفو اون تون نتاع قلوب باش نجمو نخرجوا ايتر نتاع زيت. دونك الزيت هذايا فيه برشا فيتامين او، فيه مضادات الاكسده، دونك نستعملوه على الوجه نتاعنا يعاون باش يحمي البشره نتاعنا من التجاعيد، خاصه الشيخوخه المبكره اللي نلقاوها توا حتى عند البنات والا عند الاولاد في عمر صغير، معناتها من الستريس من البوليسيون نتاع الشارع من الدخان ومعناتها ليزابيتود لي موفيز ابيتود اليمونتيغ. دونك لهنا هذا يعاون بالكدا بالكدا باش يحمي البشره نتاعنا باش يغذيها سورتو. فما الناس نسا زاده اللي استعملوه ولقاو فيه نتيجه باهيه ضد معناتها البقايع السمر لي تاش برون اللي على الوجه، بيان سور لهنا نحكي دي تاش برون ماهوش دو كوز هرمونال على خاطر هذاك يلزم نستعملوا تريتمون يكون هرمونال. لهنا نحكي على البقايا الداكنه وقت اللي تكون تعرضوا برشا للشمس والا البشره نتاعنا مش متغذيه، دونك الزيت هذايا مغذي وفي نفس الوقت هو يحمي البشره نتاعنا مش الشيخوخه المبكره كما قلت. واللي هو الفلاكون الصغير هذايا فيه 15 مليلتر ب 30 دينار والفلاكون اللي فيه 30 مليلتر ب 60 دينار، دونك لهنا هذوما متوفرين زاده كيف كيف. يسوفي باش نكلموا النيميرو اللي في اسفل الشاشه باش نتحصلوا على لي برودوي نتاعنا افيك لي برومو هذوما اللي هما يتسموا اسوام باهيه برشا سبيسيالمون بور فو في حلقه اليوم. ان شاء الله يكونوا لي برودوي عجبوكم، مهمين برشا باش نحافظوا على التغذيه نتاعنا، نحافظوا على النشاط البدني ونستعملوا دي برودوي يكونوا 100% ناتوريل كيما اللي يوفروهم لابوراتوار اغرولاين.
باش ناخذوا في جو العوده المدرسيه. احنا التيم نتاعنا البارح واليوم نحكيو على الغونتري سكولير باسكو سي دو لاكتواليتي بالنسبه للتوانسه بالنسبه للناس الكل بارتو في العالم اجمع. الناس رجعت تقرا في تونس وناس مازالت. اليوم باش نحكيو لكم على البريتش اكاديمي اوف تونس. دونك فما ناس تختار وانه تكون في التعليم الانجليزي. باش نحاولوا نعرفوكم بالاكاديميه هذيا بالاساليب نتاع التعليم اللي موجوده فيها بالمواد اللي موجوده فيها الكل. دونك حاضر معنا لو ديريكتور مسيو جون ماكينيس. بونجور. بونجور. وحاضره معنا مدام مارت ماكينيس اللي هي زوجته وهي زاده انسينيونت في البريتش اكاديمي. بونجور. بونجور. وحاضره معنا اللي هي زاده انسينيونت و بارونت اون ميم تون في الاكاديمي في البريتش اكاديمي اللي هي هديه بن خليفه. مرحبا بك. مرحبا. دونك هيت نبداو هيت نحكيو على المنهج البريطاني الاكاديمي دو كوا يساجي. باش نسال مستر جون. وي. باش يجاوبنا على الاسئله الاكاديميك. اكزاكتومون. انتم تعرفوا ان انا الانجليزي نتاعي متوسط جدا ولذلك استعنت بصديق. مش مشكله. واتس مستر جون واتس ذا سبيسيفيك اباوت ذا بريتش سيستم؟ اوكي. Even though it's called the British system, it is actually a very international system. It's a system which is very organized. It's a system which can be, you can use it in any country. And if you travel around the world, then you can simply fit back into the system, right? Because it's a system that we use which is designed for international students. So it's, and it goes all the way from the primary system right up to the secondary system. نحاولوا باش نترجموا مع بعضنا خاطر نفهم شويه راه ما نحكيش ياسر ما نفهم شويه. اذا كان فهمت بالنسبه للمنهج البريطاني المنهج التعليم البريطاني اللي موجود في البريتش اكاديمي اللي هو منهج دولي انترناسيونال معناها اي بلاد تمشي لها تتنقل لها تنجم تنتجر تدخل في ليكول البريطانيك فاسيلمون بطريقه سهله ياسر وهو مقبول ومتعامل به في الدول الكل. كل الدول. دونك صحيحة ترجمة صحيحة الحمد لله فرحانة بروحي. دونك لا كيستيون اللي نتصوروا انه برشا باش يسألوها في تونس وديما يتسألوها في تونس سيرتو لي بارون يقول لك شنو الفرق ما بين المنهج البريطاني المنهج الفرنسي والا التونسي وعلاش نختار المنهج البريطاني ما نختارش منهج واحد اخر. صحيح مستر جون باش يجاوبنا على السؤال هذايا. What is the difference between the British and French system or Tunisian French? Right, I can answer this one quite well because I lived in France for many, many, many years and I have French family that have been through the system. The British international system is much more based on learning by experience. We find that this type of learning makes you learn things forever. There's very little of the system of the learning by heart, okay, where you have to repeat without understanding. So it's a system whereby you actually get to you get to understand how everything works by finding out for yourself, and that's the big difference. D'accord. نحاول نترجم كما قلت دونك انت عاوني زيد كيف هيديا. مسيو جون يقولوا انه هو عاش برشا في فرنسا دونك عنده فكره يعرف دو كوا يساجي. بالنسبه للمنهج التعليمي البريطاني يعتمد ياسر على التجربه على الاكسبيريونس على انه تتعلم الحاجات مش بطريقة متاع الإعادة والتلقين ولكن تكون من الداخل وحدك توصل تعرف الإجابة وحدك توصل تعرف الحلول. كهو؟ كهو. نسيتش حاجة أخرى. نحب نزيدو. دونك بيان سور وأنت في تونس لهنا لا لونغ اسكو تقريو زيدا في البريتش أكاديمي الفرنسي تقريو العربية وإلا لا؟ Are French and Arabic taught in our school? Absolutely. Yeah. Obviously, the first language of instruction, the main language of instruction, is English. But we are in Tunisia,
It is our host country. Therefore, respectfully, we will be teaching Arabic. But the program that we have, as I repeated, is very international. So we will have the English, the Arabic, and a little later in the school, everybody will be learning French as well. Okay, donc. Yeah. Right. Donc يقولوا أنه بما أنه البريتش أكاديمي موجودة في تونس البلد المضيف هو تونس دونك احتراما للبلد اللي هو لغته الأساسية العربية موجودة هي واللغة الثانية هي الفرنسية وبالطبيعة التركيز يكون على اللغة الإنجليزية على خاطر البريتش أكاديمي هي انترناسيونال دونك يلزم المواد الكل والبروجرام اللي موجود كيما تلقاه في أي بلاد واحدة أخرى باش تنقل بصغارك حتى في وسط العام تنجم توليز انتيغر في ليكول بريتانيك وزاد احنا اللغات نقريهم لسبب انه الصغير كل ما تعطيه اكثر لغات ومن البدايه من عمر صغير من عمر صغير يطلع اكثر سمارت يعني انتليجون اكثر من الصغير ياخذ لغه واحده Voilà. ومخه ديجا يكون يتقبل اكثر بتبيع. معلومات ويصفيها وينجم يعبر على روحه اكثر وتعيش معاه اللغه اكثر كي يتعلمها وهو في سن صغيره برشا بالطبيعه كل ما تتعلم تحط صغيرك معناها في اول كما نقولوا نحن تبدلوا من 3 ans اللي هو عمره 3 سنين 4 سنين تدخلوا لغات زايده كل ما هو باش تكبر مع اللغه باش مخو will be wise يعني أكثر متمكن واضح إلى جانب اللغات شنو المواد les autres matières اللي موجودين اللي يتقراو في البريتش أكاديمي of what are the other subjects we have a very very wide program we offer a full range of subjects apart from the languages we have mathematics physics chemistry biology English literature We offer ICT, which is computing, okay? Mm-hmm. Sport is essential, mm-hmm. and all the humanities, history, and geography. Okay, we don't start to specialize until practically at the end of the program. So for most of the program, the students have a full range of about 8 or 9 subjects. باهي هذه حاول ترجم لنا اللي فهمته انه يقولوا انه فما بوكو ماتيغ موجودين الى جانب اللغات فما الرياضيات فما الفيزيك فما فيزيك الشيمي كل البيولوجي السبور اكد عليه برشا موجود رياضه السبور على خاطر هو معناها ما تنجمش تكون صغير من غير اللي يعمل اكتيفيتي معناها فيزيك لازم باش يعاونوا اصلا الصغير باش يفهم اكثر الرياضة حاجة مادة أساسية مهمة أي. كل المواد موجودة معناها ونركزوا على كل مادة وحدها دونك كل مادة تركزوا عليها وحدها تعطيوها اهتمامها الخاص وتعطيوها الوقت اللي يلزم وأستاذها ما فماش حاجة جلوبال معناها ولا جينيرال دونك التركيز على الاختصاص اختصاص كل باللغة الإنجليزية كله بالانجليزي كيفاش تصير الامتحانات والاعداد التقييم دونك لي بارون زيدا ماذا بيهم يعرفوا اللي قاعدين يتفرجوا فيها كيفاش عمليه التقييم كيفاش تكون about the evaluation in the in the okay. program yeah, we have let me explain a little about how the school is going to evolve okay we will be following the Cambridge system until the age of 16 okay which is the IGCSE yeah. okay the there is a system of evaluation right which is standard okay which is used in all the countries again okay for most of the system it's done from 6 to 1, okay? IGCSE, it's slightly different. But where the British Academy is gonna be different from the other schools is that after 16, okay, we won't be British, okay? We will be International Baccalaureate, okay? Which is my speciality.
Okay, it's what I've worked with for many years, and the International Baccalaureate is an examination, a two-year pre-university course, which will allow you to enter into any university, the top universities in the world. Okay. And that's what we'll be offering. ترجمنا انا فهمت البارتي الاخرانيه نتاع البكالوريا حبيت مستر جون يركز لنا شويه على يعني يفهم لي بارون تاعنا شويه بشويه خاطر هو معناه يتكلم على جلوبالمون حبيت يفسر لنا التقييم نتاع التلميذ من البدايه مستر جون كان يو سبيسيفاي اكزاكتلي ذا ايفالويشن اوف ايتش كيد هاو اوكي That's a different question. It's okay. Like in the first grade, how do you evaluate the kid? Okay. In each Okay. There are lots of different methods of evaluation. Okay. There is the there's the continuous evaluation, right? And then there is the written evaluation at the end. But the systems that we use. Are all incredibly well organized so that you can use the different rubrics which are provided by Cambridge and by the International Baccalaureate Organization which allow you to evaluate each student individually and eventually to prepare them for the external examinations. اللي فهمته وانت كمل لي هديه وانه فما لي كونترول كونتينيو دونك فما امتحانات على طول الوقت وفما لي زيكزامان فيكس دونك هذا كل برشا انواع نتاع تقييمات على مستوى المراحل الكل وهذا كله تحضير للبكالوريا. The actual evaluation at the very end is based on there's a whole variety. There's the continuous evaluation, okay. There is an examination, which is like at university, okay. Some of the subjects it's an oral evaluation for the languages. It can be. About at least 30% of the total marks for how you speak. D'accord. Donc التقييم فما التقييم الكتابي وفما التقييم الشفوي ويستعملوا في ميثود كامبريدج. دونك وحاجة مهمة برشا لازم نعرفوها هو اختصاص مسيو جون ماغينيز وأنه راهو البكالوريا اللي باش تتحصلوا عليها في البريتش أكاديمي أوف تونس راهي بكالوريا دولية انترناسيونال اللي تمنحكم فرصة باش تدخلوا أي يونيفرسيتي تحبوا عليها في العالم دونك هذايا تفتح لكم برشا آفاق. باهي هات نحكيو شوية على الأمبيونس احنا كنا نشوفوا توا في تصاور لي ديزيما local est agréable, il est très beau, il est très accueillant. Donc, arkina choya à l'ambiance générale dans le madrasa. General atmosphere in the school. Well, I invite you to come to the school to find out. Yeah, okay? I wish to. You can see from the video at the back there. Ouais. Okay, that it's a beautiful environment. Mm. I've got two of my colleagues are here. Already, these are two colleagues. Okay. خاطر لو كوتي psychologique ou l'épanouissement نتاع الصغير مهم برشا في انه ينجح في قرايته في انه يتطور. عندي دو petites questions يمكن نحب نسالهم. Est-ce que فما assistance psychologique, فما مصاحبه نفسيه للطفل اذا كان يستحق والطفل اللي يكون ناقص في الانجليزيه كيفاش تعملوا؟ باش نخلي مستر جوني يجاوبك عليهم الاسئله هذوما. How to you follow up the kid in the school, especially the one that they don't speak English? Well, English? This is a typical situation in a school like ours. First of all, especially the psychology part of each kid. You don't underestimate children. Okay, they are excellent. At absorbing languages, they're like sponges. Okay?
our aim is to get the students fluent in English as soon as possible. So as soon as they come into the school, okay, we evaluate the student, right, and then we see what their specific needs are. Right. At the beginning, they will have an accelerated English program, okay, so that they are not confused. For example, we want them to learn English. So if they've never spoken French before, we're not going to learn French to begin with. Okay. D'accord. Okay. اوكي دونك بالنسبه للصغار اللي ناقصين شويه في الانجليزيه الفتره الاولانيه يعملوا لهم ديكور اكسيليري باش يخلطوا في النيفو مع الصغيرات الاخرين حتى يولي لونجلي نتاعهم بارفي ولو كوتي بسيكولوجيك دونك شو قلنا عليه اللي نحن نسعوا اللي احنا نركزوا على الليبانويسمون زاده اذا الصغير ماهوش حاب اللي هو وقتها يشارك معنا في الحصه ما نضغطوش عليه نخليه هو وحده سانتيغر شوي شوي سي تري امبورطون سا دونك الاوليه كيفاش ينجموا يتابعوا صغارهم وهما في المدرسه يتابعوا التطور نتاعهم كيفاش ينجموا يتابعوهم The parent follow up in the schools and after school. Right. Starting from next Monday, we have a new software program called Dojo. Okay, Dojo. It's called Dojo, and it's a communication program so that the teachers can communicate directly with the parents and the students. D'accord. Via internet. Oh, yes, yes, yes. D'accord. Donc, yeah. les parents, ils n'ajoutent à la tête l'Internet, font un programme خاص, mais les parents, mais les profs. Donc, ils n'ajoutent à tabou l'évolution de ta sœur, ou à la tête, ou à faire les détails, tout. Je suis capable de poser une question. Hédia, je suis allée à l'école, c'est enseignante. تختار انك تكون في بريتش اكاديمي اوف تونس وزيد كبارونت شنو اللي خليك وشجعك انك تدخل صغيرك للبريتش اكاديمي اول حاجه انا صغاري باش يقراو في البريتش اكاديمي اخترتها انا كي جيت بهم انا صغاري ما يعيشوش لهنا في تونس وما كناش نعيشو في تونس اوكي يتبعوا سيستم امريكي في القرايه وقت اللي جيت انا شفت برشا مدارس اونستلي معناها ممكن الكل شفتهم ولهذا هاجس لي بارون الكل وقت باش يدخلوا ولادهم ولا باش يقريوا ولادهم يبداو يلوجوا خاصه انه صغاري انا ما يتكلموش عربي يتكلموا انجلي كهو ومتعلمين بسيستم امريكان سو اتس هارد معناها تو جيت ذم ان حبيت نلوج على حاجه قريبه قريبه للاتموسفير اللي كانوا عايشين فيه هذيك اللي هي اللي يمكن الفرق راهو الكبير ما بين هوني باش نمشي لحاجه اخرى التعليم التونسي والتعليم الاجنبي بصفه عامه والبريطاني بصفه خاصه هي الاتموسفير جينيرال الامبيونس جينيرال اللي احنا للاسف مازالت ناقصه ياسر في المدارس نتاعنا صحيح انا لوجت هنا على صغيري قداش مرتاح في المدرسه قداش صغيري كي باش يروح من الدار يكون فرحان يكون اكسيتي باش يعمل الهوم ورك نتاعو نتاع غدوه خاطر فما برشا مدارس يحطوا لك بريشر وي بريشر يعملوا لهم بوغاج دو كران برشا دروس برشا تمارين في الدار يروح ديجا مخر يكمل القرايه بوندون توت لا جورني يزيد يروح للدار يعمل ساعتين ولا ثلاثه ويقعد في الدروس باش يكره صغير من البدايه هو معناه يحب حاجات ليجير ما يحبش برشا بريسيون اول حاجه ثاني حاجه اخترتها سبيسيالمون النومبر نتاع الصغار اللي في القسم ليميتي مش برشا وهذا مهم لهنا باش ندخل في خدمتي انا لا كانسينيونت يبدا عندك 15 تلميذ مش كيما يبدا عندك 30 بالضبط لهنا انا نحب ونحن البيت نتاعنا في المدرسه انه نطوروا كل صغير انديفيديوال ما نخدموش على الجروب نخدموا على كل صغير شنو ناقصه النواقص نتاع كل صغير ونخدموا عليها مليح ونخلوا الصغير هو بيده معناها يحاول انه يشرح يعني يحاول انه هو يبين لنا النواقص نتاعه خاطر في وسط الجروب نتاع 20 و22
Merci beaucoup, Yatik Saha. Donc, merci, Monsieur Jean McGuinness. Merci, Madame Marthe McGuinness et Madame Hedia Ben Khalifa. Yatik Saha. Et nous allons vous laisser avec VTR حول البريتش أكاديمي أوف تونس اللي موجود في البرج دو لاك مع زميلتنا أميمة الوسلاتي اللي مشيت سور بلاس وصورت الفتير هذية وراجعين. مكملين معكم في الويكاند على قناة التاسعة وجيت لضيفتي الثانية اليوم اللي فرحانة وأنه حاضرة بحضينا لأنه عملت جولة مزيانة في المهرجانات الصيفية مشيت لبرشا بلايس دار تونس يعني فم برشا أماكن بعاد برشا دارتهم ضيفتي اللي كل عمل هو إضافة وهو خطوة جديدة في الكارير متاحة فرحانة وأنه بحضية الصوت الرائع نوال غشام أهلا وسهلا عايشك عفوفة ميرسي نحب نحيي الناس الكل اللي يشوفوا فينا في تونس خارج تونس وتعرفني انا ديما معك انت بالذات معناتها عايشك الجو يكون ايش نقول لك ريت تبدا نوال مثلا نوال تبدا مقرة على يمات ماهيش باش تعمل اعلان والله باش تعمل اعلان هاي قالتها وحده بالسيف راني شايفه قول لها نوال ما عندك ما تقولي حتى شيء هكا بالسيف ولا بالسيف ابا بون نتدلل عليك شو تري تري زوغوز محلاه الديكور والجو يعيشك وان شاء الله ان شاء الله نجيك برشا مرات ان شاء الله ان شاء الله لانه انا نعرف انه برشا خدمه
وكنت ضيفة بحضية في الراديو وحكينا على برشة خدمة للموسم الجاي مصلي على النبي محضرة بلانينج تخي شارجي. قبل ما نمشيو للجديد هيت نعملوا شوية ريكاب على الجولة في المهرجانات الصيفية السنة كيفاش كانت وين أبرز المهرجانات وين مشيت وكيفاش كانت يعني اون جينيرال فيدباك مع الناس وكل. والله شوف أنا السنة عملت تبارك الله ما نعرفش قداش ما حسبتش الحقيقه حفلات ما نحبش نحسب ياسر عندي هكاك نخليها على الله خليها على ربي اما برشا حفلات جنوب الوسط الساحل من ابرز الحفلات اللي عملتهم عملت مهرجان حلق الواد اللي هو مهرجان عيد الحوت وي كانت حفله كبيره ورائعه وتشرفت وقتها بجين للحفله وزير السياحه مسيو روني ترابلسي اللي تي فريمون اكسيلون معناتها جا وفرحنا بيه برشا وفرح برشا بالحفله عملت مهرجان عيد البحر في المهديه سيتي اكسيلون لو كادغ مع هذيك لو كادغ ديجا على البحر وقدامك 8000 ولا 7000 متفرج راهو سيتي فريمون حاجه اكسيبسيونيل عملت تكريم حضرت في تكريم الفنانه الكبيره نعمه في الحمامات واللي اونتر بارونتيز نتمنى انه يعملوا تكريمات لبرشا فنانين اخرين في تونس هذه حاجه معناتها بين قوسين نحلوها وتبارك الله عندنا برشا اسماء فما برشا اللي حيين ياسر واللي موجودين ربي يفضلهم بيان سور كيما سلاف كيما زهيره كيما صفوه فما برشا فنانين لازمهم كيف كيف زاد نكرموهم فما زاد القدم اللي لازمنا ديما نذكروا بهم كيما عليا و و و عليا الهدي جويني على الريحي صليحه لازمنا ديما راهو نقعدوا نعاودوا نوريو للجيل الصغير جديد التراث نتاع تونس كيف كيف مشيت المهرجان نفطة الدولي كانت سهرية اكستراوردينير برشا مهرجانات أخرى جهوية كيما توزا كيما في مشيت راني باش ننسى سامحوني مش مهم أنا نحب نسألك نوال كل الجمهورية التونسية أكيد وأنه راهو يا فما فرق ما بين حفلة وحفلة يعني الجمهور نتاع الجهة الفلانية ولا الولاية الفلانية ماهوش كيما الجمهور نتاع الجهة الأخرى كل واحد شنو هو ذوقه كل واحد شنو تفاعلاته معاك يعني تدخل انت تغييرات في البرمجه نتاعك في بروجرامك تغييرات لي انا تلمون البرنامج نتاعي متنوع برشا خدمته بطريقه اللي براتيكمون كل جهه من تونس يلقى فما اون بارتي اللي تمثله بمعنى معناتها انا باغ اكزومبل عندي مزج بين غنيتي انا القدم بيان سور فما غنيتي جدد لكن القديم كيما الشرقي كيما ابعد باغ اكزومبل هذيك لازم منهم كيما انا ندخل بريحه البلاد يا بصا ندخل ديما اكابيلا وندخل بها السنه خاطر ديما نحب نبدا بحاجه على تونس ونختم بحاجه على تونس هذيك ملي انا بديت نعمل في حفلات سي سي مون كادغ موا معناتها هذيك قراراتي انا ديما البدايه والنهايه بتونس. تكون بحاجه على تونس ابار هذيا باغ اكزومبل فما نغني ان بروغرام ليبي اللي هو منه مغنيتي انا كيما رجيت غوالي لا يا حبيب العين وفما كوكتيل اخر من التراث الليبي دونك ريتو هذاك الكل فما جهه ديما يحبوا الجو الليبي سورتو الجنوب التونسي بالطبيعه هذاك ما فماش كلام فيه بالطبيعه على خاطر فما برشا قرب جغرافي وعادات وتقاليد ولو انه الليبي يحبوه باختو في تونس راهو الجمهوريه التونسيه زيد فما تقارب حتى على مستوى الكلمه وعلى مستوى اللحن وكل على الاخر على لبستهم كل معناتها تقارب كبير فما كوتي مثلا نغني عندي مثلا فما غنيات اللي عملتهم سي دي روميكس هما ما عملتهمش مسجلين معناتها مبرمجين غنيتهم مثلا دون اون ايميسيون لقيت عندهم فيو برشا هذوك حطيتهم كيما مثلا وهران كي غنيتها وخذت سكسي برشا في سور يوتيوب وكل شيء وليت حطيتها في البروغرام خاطر لقيت اللي الناس كي نقول وهران فريمون العباد تشيخ معناتها كو سوا
في الشمال الغربي كسوا في في الوسط ابار باغ اكزومبل عندي بارتي نتاع غنيه التونسي جاونا التونسي معناتها لازم انه ذاك في الاخر اللي انا مشهوره به كيما صالحه كيما الكوكتيلات الجو ذاك فهمت وعندي غنيه هز حرامك باغ اكزومبل اللي هي نعمل بها سكسي كبير برشا علاش خاطر نغني على في وسط الغنيه في اخر الاغنيه نغني على البنات نتاع البلدان الكل كل مره وبيان سور نركز على البلاصه اللي انا فيها دونك تحسك اللي فما فما برشا ايشانج فما ايشانج بيني وبين الجمهور في كل بلاصه نمشي لها مي باغ كونتر باغ اكزومبل فما او فين ديفيرونس تصير فما مهرجانات اللي الببليك نتاعهم يسهر ياسر كيما الجنوب كيما في نفتا نفط العشرة نتاع الليل انت حكيتي لي ولا انت اللي حكيتي لي دخلت العشرة نتاع الليل تلقى محل مسرح فارغ فارغ شنو هذا قلت با سو بوان معناتها جاني المتعاد الحفلات قال لي وين ميساج نبداو مدام ميساج لا لا قلت له شنو نبدا بشويه نشوف شنو الموضوع جاني مدير مهرجان قال لي مدام تهنى ربع ساعة تلقى الدنيا مليانة وبالحق يعني ال 11 وال 10 ونص ل 11 غير أربعة هو فول. يمكن تأكيدا لكلامك وأنه فما في بعض البلايص الناس خاطر الدنيا سخونة برشا غادي وزاد فما ناس حاجة أخرى اللي الفنان هذا موجود إلا ما يكون وصل للبلاصة هذيك ندخل البلاد وندخل المسرح فلانة جات ساي سيبون معناها الحفلة موجودة كلها تجي على خاطر صاروا الغاءات ساعات تجي والعباد تجي من بعيد راهو ساعات فما بلدان باغ اكزومبل بكري تسعة ونص يحبوا الحفلة خاطر يكمل تكمل 10 ل 11 ل 11 وربع خاطر الناس تسكن بعيد فما معناتها قرى بعيدة شوية كيما مثلا فما بلدان لا فما بلدان كاريمون فما بلاد باش نحكي لك طرفة صارت هي حاجة خايبة أما ضحكتني في الأخر وشفت قديش العباد تحبني معناتها بالحق من أول الحفلات اللي عملتهم عملت حفلة في قبلي اي كنت في بلاصة في قبلي اسمها سامحوني ما نتذكرش البلاصة بالضبط خاطر هما برشا اي في 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 قبلي اي بجنب قبلي بالضبط انا نغني طب جمهور ما نحكي لك تبارك الله مليانة على الاخر انا نغني في بارتي مع براتيكمون مازال نص ساعة تقريبا قريب نكمل ونشوف العباد بدات خارجة افواجا افواجا تعرف شنو هو؟ يعني هما خارجين إيه لا ظاهرة صارت حاجة ما نعرفش اسكو صارت عركة بين من تالي بالكل فما حاجة صارت خاطر الخروج بتاع الناس اني تي با نورمال عباد فما اللي وقفوا فما اللي يطلوا من تالي فما من بعد جاني حد من المسؤولين هكا وشوش لي قال لي مدام ما تتفجعش راهو فما شكون في القرية هذيك توفى رجل كبير معناتها وقتها توفى سمعوا به خرجوا من الحفلة بون اللي خرجوا ما خرجوش كل معناتها انا وقفت الحفله توت سويت بيان سور خاطر هذه حاله وفاه معناتها انا وقفت الحفله وهما قالوا لي لا مدام اعطينا دريجين برك جست باش يخرجوا العائله نتاعو وبعد باش نرجعوا قلت لهم راهو ما عندي حتى مشكل معناتها انا عملت اللي عليا تحبوا نوقفوا الحفله فما حاجه ايبان والله العظيم قعدت استنيت قلت لهم لا نعطيكم نص ساعه قعدت باش يعملوا واجب العزاء لا ما نعرفش هما باش يخرجوا يمكن الفامي نتاعو خاطر موجودين في الحفله معناتها باش خرجوا كل شيء باش تاكدوا ومن بعد نشوف العباد عاودت رجعت كملوا الحفله وانا انا جيت فريمون توانسيت قال لك كل بلاد ورطالها كل منطقه كل جهه وعاداتها وتقاليدها انا قعدت واحله في ريحه البلاد انا قعدت واحله في ريحه البلاد اي حب نسمع ريحه البلاد فكرتك فيها فكرتني فيها ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم وصحيح ما يعرفها
كان اللي عاش محروم ورجع يوم رشفة من بعد غياب سنين. ميرسي ميرسي ميرسي، يعيشك. تحية كبيرة كبيرة برشا لجاليتنا التونسية مقيمة بالخارج في أي بلاصة قاعدين يتبعوا فينا ويسمعوا فينا الأغنية هذه ليكم أنتم. ونحن بيان سور قاعدين نعيشوا في وضع استثنائي نتاع انتخابات. اكزاكتومون، دونك ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا. تونس هي اللي تنتصر في الاخير ان شاء الله. نوال مازالت معنا، مازلنا باش نسمعوها، مازلنا باش نحكيو معاها، اما نحب نذكر بحاجه وانه التيم نتاعنا اللي هو البارح واليوم الغونتخي سكولير، فما بون بلان سامباتيك على الاخر يهم العائله الكل، يهم لي ستوديون، يهم وليداتنا. فما فناك تونيزي اللي هي موجوده بجنب كارفور المرسى، تمكنكم من انكم تنجموا تشريوا ان بي سي بورتابل اتش بي 3 ب 1099 دينار اكاهو، 1099 دينار اكاهو. الحاجه المزيانه انه تنجم تخلصوا على 6 اشهر. اي نعم، على 6 اشهر، وتبدا تخلص ابارتيغ من شهر اكتوبر. حتى عنا برشا مصروف في سبتمبر وغونتخي سكولير، كثر علينا المصروف. دونك خمت فيكم فناك تونيزي وانه تبداو تخلصوا من شهر اكتوبر، والفاسيليتي دو بايمون هذه اللي على 6 اشهر راهي سونز انتيغي، ما غير السوم ما يتبدل، هو بيدو باش يقعد وتزيدكم ان بون داشا 20 دينار. دونك اليزي امشيوا لفناك تونيزي بحدا كارفور المرسى باش تاخذوا البي سي بورتابل هذايا، والاكثر تفاصيل تنجموا تلقاوهم الكل على صفحه فناك تونيزي على الفيسبوك. خليكم معانا توا تود سويت باش نمشي معانا وائل غشيم باش نسمع جديد. عاد نسمع جديد بيان سور. يلا كلمات والحان. كلمات والحان قيس العمري والتوزيع الموسيقي لعدلين شقروم. غنية اسمها يا سيد الكل. هي انا هبطها اوديو عندها مده، لكن توا هبطت ان جرافيك في سور يوتيوب، دونك الستري ومن بعد عندي حاجات جدد. معناتها مازال الصوت تركيب الصوت انا باش نحكيو عليهم فيه. انا باش نحكيو فيه ان شاء الله. يا سيد الكل نوال غشام.
السيد الكل انا سمعت الحس جبت ناويل ديريكتومون بحذا الشيف مروان اليونسي. حليت انت البلاندير كالعاده ريسيل هابس ما نجمش نصبر اون فيت حليته واغريابلمون سوربري اون فيت شنو اللي نحب نوريك ابار ديزاين الشباب اللي هو ريترو يفتق معنا اش قاولك ناوي مانيفيك تو اون بلوس هذا لافيشر هذا ماشي في بالي انا جوست سيتي دو لا ديكو مي هو اون فيت يعطيك لي تور مينوت داكور كاريمون معناتها لي تور مينوت نجم تكون بريسي على الاخر معناتها يصلح لنا احنا سورتو لي بروفيسيونيل الخدمه وسورتو فيه لي من زيرو حتى لي 3 نيفو اون فيت احنا يعاوننا سورتو زاد لي بروفيسيونيل في لي صوص ايميلسيوني هذا مثال كيما المايونيز سي اون صوص ايميلسيوني من بعد باش نعملوا دي صوص اخرين نستحقوا بليزيور فيتيس كو الدوميستيك وفي قوتو وفي القوه اون فيت جينيرالمون هذا 800 واط اي جينيرالمون جينيرالمون 300 350 واط في المارشي مي هذا فيه وفي حاجه اخرى ترحي به كل شيء هذا فوالا وفي حاجه اخرى اون فيت لهنا ما تنجمش تشوفوها بالكاميرا مي اون فيت فما دي ميكرو غيور هما اللي يخلوا ما يجيش ساعات اون فيت كي تعمل جو تتفكرش بالجنجمبر ولا حاجه يبقاو فيه دي زامبورتي هكا فوالا فيه دي ترحاش 100% صحيح لهنا فيه دي ميكرو غيور يخلوا الليكيد يبدا طالع هابط وحاجه اخرى للتنظيف ديما عندنا مشكله مع اي بلاندور تنظيفه جينيرالمون لي بلاندور الكل تراسيل كي تدخل في حاجه ولا مغرفه باش تنظف كل شيء هذا اون فيت يتحل هذا لو ثاني تو ما نجم سينون نجي نقول له حتى تشرب مي اون فيت كي يتحل هذا يخرج اللام وكل شيء اون فيت تنظيفه ساهل على الاخر وي 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 حاسني باش نزيد نعمل لكم حاجات اخرين به الحاجه الباهيه زاد نوال هذاك يبدا في الدار للي عنده صغيرات وبرشا صغارنا نعرفوا اهميه الغله واهميه الخضره برشا ما يحبوش شكل والغلا والخضره دونك فما بوكو دو ريسيت بالبلاندير انه تنجم تعملهم وينجموا حتى هما يعملوهم وحدهم راهو بارتير دان سيرتان اج وي سافي وحدهم سافي دو بيان اليوم هما يحسوا عمل حاجه هكا بالعكس انا جوك سي مانيفيك سا عملت ان كلاسيك كيوي بانان جد فيه شويه سيرو كيوي نتاع سمارت شيف داكور باش هكا بور امبليفي لو لوغو اكسونتوي لوغو واي يعطيك صحه Alors, ça sent bon déjà. En tout cas, ma texture déjà est là. Ah, je n'habbu ibda khater ou quelque chose. Donc, tu les as tout sucre là, hache. La fille, justement, non. Tu t'habbes sucre. Là, et là, maintenant, je me suis doué sucre. Là, je me suis sucre, voilà. زيد حط له كراميل هكا ديما نعمل لك فات انتجرال وقتها نسينا ما نتاع الحرمان لا نجم نزيدو سكر ولا نزيدو عسل نجم نزيدو مغرف عسل انا جادور لو سكري مي با دون لي جو الحقيقه سالتني تحاول في سكر ولا قلت لها ايه ديجا مسنس بالبات انتجرال برضه باش نستنى باش نستنى حتى تزيد تحط لي سكر انا جيم بيان هكا بلي سكر حطوا كراميل هكا اون فيت والله جو جو ريكوموند على الاخر اون فيت ديكو انا ياسر جو سوي تومبي امورو من الديكو نتاعو اللي تري فينتاج ديزاين بالحق ياسر الشباب وانا شايف كوجين دونك ما عندكش فكره قداش مهمين الحكايات هذوما كيما عندكم انتم لي بيجو ولا كل شيء احنا فريمون صحيت على الاخر على الاخر نلقاوها راهو في دارتي تونيزي دونك دارتي تونيزي للناس اللي ما تعرفش راهي موجوده بجنب كارفور المرسى سي تري فاسيل تلقاو فيها كل شيء تلقاو فيها حاجات اول مره نعرف في دارتي موجوده فوالا وتلقاو فيها حاجات راهو حصريين اكسكلوزيفمون موجودين الا في دارتي تونيزي ما تلقاش ما تلقاهمش في بلايص اخرين باش نرجع لا كاليتي اون بلوس لا كاليتي غادي ما تلقاش اي حاجه نص نص معناتها تلقاها لا بون كاليتي بصراحه وي فرانشمون نرجعوا مع نوال غشيم باش نرجعوا نحكيوا شويه على لي بروجي فيتور بعد شويه مع نوال من قبل هذيك باش نخرج بكم الجوله مع لي كرونيكوز نتاعنا دونك تو سكي تجميل وفاشن بوليس وتنميه بشريه دونك جيت توا لقيت لو مومون اللي يجمعنا الرباعي مع نادره الغلياني مرحبا نادره عافيه 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 البنات تخي بيان الحمد لله ومع زميلتي نعيمه شرميتي صاحبه موقع ارابيسك
عاصمة عفيف، عايشك منورة بوجود البنويت. وجودكم والدكتورة ملك بوزويتا، مرحبا دكتورة. عايشك عفيف، سي ان بليزير ديتر افيك فوالا. فوالا، دونك في كل حلقة نتاع نهار الأحد تلقاونا احنا الأربعة ملمومين مع بعضنا باش نحكيو في برشا حاجات اللي تهم المرأة واللي تهم زادة العائلة. باش نبدا بالعائلة وباش نبدا اليوم حكينا برشا على الغونتخي سكولير، باش نقعد في الغونتخي سكولير مع نادرة الغرياني. دونك نادرة اليوم عندك مجموعة من النصائح بالنسبة للي بارون في علاقتهم بالأطفال قبل ما يمشيوا المدرسة ولا قبل ما يرقدوا. دونك قولنا باش نجم تنصح الوالدين الكل توا ماذا بينا في الغونتخي سكولير وماذا بينا على طول، خاطر النصائح هذوما انا بدي استعملتهم مع ولدي وعطاونا معناتها نتائج كبيره، وحكيت عليه الموضوع هذا سوغ انستغرام في الكونت نتاعي وشفت زاده تجاوب كبير افيك لي مامون. اللي هو اول حاجه صغيراتنا نحضروا لهم نومهم، معناها نبعدوا عليهم التكنولوجيا والايباد والتليفونات وكل على القليله ساعه قبل النوم. احنا ساعات الواحد ينجم يقول لك تاهو كيتبنن به باش يهزوا النوم وهو اخيب حاجه، فما اللي يرقدوا به بالتليفون ولا يرقدوا بالتابلت. فوالا اخيب حاجه. ومن بعد ماذا بينا الام، هذه نصيحه للامهات اللي تبعوا فينا اليوم، الام تمشي بحدا ولدها ولا بنتها وقت النوم تغطيه تعطيه برشا حب وحنان وتعمل معاه الاربع نقاط اللي باش نحكي عليهم توا. اول حاجه ساعه باش تقولي فين عمر بداله ملي يبدا يفهم، معناها ولدك ملي هو صغير. انا عمر فارس وقت 5-6 سنين عملتهم معاه. دونك اول حاجه تقول له الحاجات اللي نجم يقول عليهم الحمد لله، الامتنان. تقول له ولدي بنتي قولي شنو هما خمسه حاجات نجم تقول عليهم الحمد لله. شنو هذا يخلي الولد الصغير يخليه وحده وحده ويولي يركز على الجوانب الايجابيه اللي ممكن يظهروا للاطفال حاجه عاديه. الحمد لله يا ربي عندي فرشي، الحمد لله يا ربي عندي امي وبابا، الحمد لله يا ربي نغزر بعينيا نتنفس، الحمد لله يا ربي نمشي على ساقيا. نعلموا صغيراتنا من الصغرى الامتنان ونعمه كبيره روحنا مهمه برشا يكبر بها ويولي حتى في حياته كي تجيه ازمه يقول الحمد لله علاش نكبر في الامور ابخيتو عندي برشا حاجات ماشيه في حياتي. ثاني نقطه دونك يبدا يعاود وراك الحمد لله يا ربي. ثاني نقطة يقول توكيدات إيجابية على نفسه، مثلا أنا اللي نمس وننجح فيه، أنا محلاني، أنا ذكي، أنا معناها إنسان ناجح. شنو يعود الطفل أنه معناتها يسنس روحه للتفكير الإيجابي، للسيلف استيم، ينمي الثقة بنفسه. أما خينا ولا ولدنا من بعد يكسب ثقة في روحه بالكدا. بعد ولدك يكبر يطلع مخي ابني ما عادش يظهر الكلمات السلبية الكل، تبرمجه من الصغرى أنه يعطي قيمة وقدر روحه. اللي هي زادة نادرة الكلمات السلبيه هذيا ولي جوجمون للصغار يصيروا برشا من لي بارون وقت العرك، وقت اللي يتغشش على ولده ينجم يقول له نامبورت كوا وهذا ياثر عليه وياثر على نفسيته ويقعد في داخله. يقعد في داخله في السيكونسيون نتاعو. دونك يفو فريمون فيغ اتونسيون وقت اللي نتغشوا على صغارنا فما حاجات ما يلزمناش نقولوهم نخصوا لها حلقه زاده. هذه ماذا بيا حلقه كامله نردوا بالنا الكلمات اللي نقولوهم لصغيراتنا. بالضبط. ما نمثلوهمش بذاتهم، ما نشكوهمش في رواحهم، ما نعرفش لحظه غضب تنجم تقول كلام سي تخزن له في السبكونسيون تاعو يقعد يقاسي في حياته كامله. اش باش يرجع لنا عاد نعاودوا البرمجه هذايا وحكينا عليها في كتابنا ابخوند غايمي. ثالث نقطه دونك التوكيدات الايجابيه، قلنا الامتنان التوكيدات الايجابيه. التنفس ثالث نقطة، التنفس العميق والمحكم. تعلم ولدك يعمل خمسة تنفيسات عميقة. احنا حتى شوفوا كان تو باش نجربوا مع بعضنا تشوف قداش تحس بالاسترخاء اللي هو تخرج الهواء بفمك تستنشق الهواء بخشمك تبلوك ان مومون تخليه ومن بعد وتعملوا معاه خمسة مرات. انت بتتنفس معاه تجي يحس بالاسترخاء بالراحة. تلقى ولدك من الاول يعملها لعبة، انا نذكر يبدا هكا يضحك مي بشوية بشوية يفهم اللي هو لازم يتعلم يتحكم في مشاعره ويتحكم في كي يكبر ستريس وكل راهو يتحكم في الغضب نتاعو صحيت يعلموا برشا الاسترخاء. ورابع نقطة نكملوا معاه يقرا الفاتحة المعوذتين قرآن يرتح له هكا يرتحوا نقول له ربي معاك ربي باش يدلك معناتها نخليه يحس اللي السخص نتاع الأمان والثقة بالنفس ياخذها من ربي سبحانه. معناتها يتعلم انه ربي ديما معاه ربي باش يدلو بعد تعطيه تعنيقه كبيره بوسه كبيره برشا حنان راهو يقربك برشا لولدك دايوغ وتخليه يرقد 8 سوايع كاملين ومخه الكل في هالحاجات اللي عملهم الريتوال الايجابي. برشا طاقه ايجابيه يا دي بتي ريتوال دو ريان دو تو اما هما مهمين مع الصغار. انا نذكر ان اكزومبل مثلا انه تعود ولدك ولا بنتك في الليل بعد ما كل واحد يشد بيته تمشي اسخت مامون باش تعاود تتفقده تشوف الضوء يشعل ولا جوست سان ريفلكس يولي كل يوم هذاك تعملو تفقد البورتفونيت مسكر الشباك مسكر درجنا تبوس وتقول صباح الخير هذيك كي ما تعملهاش مره صحيت يفيق بها صحيت معناها سي ان ريتويل لو ريتويل مهم في العلاقه ما بين سورتو اليوم الامهات الكل يخدموا برشا خليهم هكا الخمسه دقائق محليهم يحس بالامان يقربك برشا لصغيرك وراه هذاك اللي تلقاهم بعد كي يكبر
كل اللي تزرعوا فيه من الصغرى تحصدوا كي ولدك يولي في الادوليسونس وما اكبر. فوالا ميرسي عايشه كده، ميرسي على لي كونساي هذوما. باش نمشيو للفاشن بوليس توا. عاد معانا نعيمه الشرميتي. شخترت لنا نعيمة؟ يعيشك، نكمل مع كلمة عجبني برشا كلمة نادرة، خاصة تاع نتنفس. أنا لازم ديما نتنفس باش نجيب ورقتي وستيلويا والعدد نتاعي. قالت لي تنفس مليح خاطر العدد اللي نعطيهم اليوم عفيف حضر. دونك اخترت ثلاثة زوز فنانات وسياسية اليوم، هند صبري، مدام سامية عبو، وبعد مرام. هاكا ديما النوع وكل شيء، توانسة تبارك الله عليهم، متألقات كل واحدة في ميدانها من السياسة لل فن. دونك نبداو بهند صبري اللي عملت ضجة إعلامية كبيرة في مهرجان فينيز. الحقيقة كما تشوف تبارك الله ضعفت. وي ضعفت برشا، ظاهر عليها وأنه بدنا تخدم أكثر هند بصراحة من خلال الروبة هذيا. دونك هي اختارت روبة طويلة من إترو الماركة، دونك لونها نوار وفيها مزيج من الحرير والترتر، دونك في اللون الأزرق اللي هو حلى أكثر الروبة. وفي الظهر كان نمشي شويه تفاصيل يوريوني، فما رافلس دونك ياسر حلو، عطاها انيقه كبيره برشا مع اللوك نتاعها مع شعار هذايا الويت لوك، خاطر غاديك تعرف انت منطقه على البحر وكل شيء. اختارت لوك هكا شويه سيفي وسامبل مي غلامور، دونك شويه اكسسوارات شويه ديز اكسسوار عاديين معناها سامبل، ومعاهم مكياج خفيف. حبيت نقول عفيف هند صبري عملت تصريح قالت انا راني البساطه نتاعي والجلامور اختياراتها ديما مدروسه، زادا نرجع مهتمه بالكدا بالكدا بالستيليست نتاعها، وتحذر قبل ديما بشهرين للاطلالات نتاعها. يعني ما فماش اطلاله بالصدفه هكاك، برشا تحذير واستعداد، وهذا المطلوب اون توكا بالنسبه للناس المعروفه اللي نجمة صف الاول. وقالت في انترفيو البارحه تفرجت فيها، قالت انا راني نختار كيما نمشي قبل مهرجان بشهرين ولا بثلاثه شهور، نختار شنو يمشي معايا. مي فما توش نتاع سامبليسيتي وتوش نتاع جلامور، ما نعرفش نادره قداش تستحق نعطيها. تحيه الخميسي اللي هي التونسيه وهي بالماج نتاع هند صبري، وهذا شرف معها برشا. ايمان الخميسي تخدم مع برشا نجوم، ياسمين صبري نوجه لها تحيه كبيره برشا، وتعمل في خدمه ياسر مزيانه ايمان. دونك انا برشا روب اخرين هند صبري الحقيقه تألقت فيهم، انا تنرجع عليها لكن حبيت نحييها هوني ونعطيها عدد 8.5/10 خاطر اللوك نتاعها ياسر توبيسيم ومانيفيك. هكا اسمع انا ما نعطيش العدد 10/10 هوني، ما عنديش 10/10. دونك من الايجابي باش نمشيو للسلبي، الحقيقه الاطلاله مدام ساميه عبو الاخرانيه اللي عملت بوليميك. علاش عملت بوليميك؟ خاطر العباد الكل وليوا يحكيوا على اللوك اليوم عفيف. اي اون بلوس اول مره نشوفوها لابسه حاجه في ستيل هذا. اي مش قدام مسلسل ديما تلبس فيست حاجه تري سامبل، شوميز. مي والله كان سواغي مش مسلسل، والله كان لبست شوميز ومعني لبست تايور، خاطر جماعه السياسه ياسر يجبدوا العينين على يمين. كيما تشوف اختارت انسامبل ولا تايور، الالوان مش متناسقه مع بعضها. وانا ثبت هو الماركه التونسيه، ظهر لي شريته مدام ساميه عبو التينو، هو غالي برشا ولبسته قبل زاد توب موديل مش حلو. شوف الالوان والشعر وكل شيء. مدام ساميه عبو كانت تنقص شويه فلسفه تلبس تايور، لجماعه السياسه ننصحهم باش يلبسوا تايور. حتى ما يمشيش، احنا حكينا امبارح على المورفولوجي نتاعها، مش ماشي مع عمرها، مش ماشي مع عمرها بالكل بالكل. هو ممكن كما قلت لك على بنايه اصغر ولا حاجه ينجم على مكان ضعيفه. دونك بالحق معناها مدام عبو كان تتوخى البساطه خير. دونك وشعرها زاد ما عجبتنيش الكوب هذايا، انا مستانسه بشعرها القصير والغو شعرها الاحمر ياسر مزيان عليها. دونك مدام مش نعطيها 3/10 فقط. دونك من مدام عبو باش نمشيو لمرام بن عزيزه للشفافه. هي حكيت على الشفافيه وانا حكيت زاده على الشفافيه في الدماغ نتاعها. دونك اختارت اوتفيت شفاف على الاخر على الاخر على الاخر، لبست توب في الغوش. تورينا تصويره اخرى، وان اوف وان شولدر، دونك مع بونتالون غايور تايوت. الحقيقه الاطلاله مواتي عمرها مرام، ديما سامبل مي فيها توشه نتاع جلامور، وقد عمرها مزيانه برشا. انا ما ذكرتش شفت مرام في لبسه ماهيش حلوه، معناها ديما تختار
انيقه برشا. سي وتلبس تراند على الموضه. ذكر عفيف الدماغ الشفاف هذايا اللي وحكينا عليه جمعتين التالي في اللي في التراند، دونك لبسته مرام وعملت به ضجه. يبعثوا لي برشا ناس قالوا لي منين نشريوه، ما نعرفش منين نشري. انا صندلي عملي وشريته ماركه تونسيه، معناها في حطيت على صندلي. انا زاده في ماركه تونسيه موجودين، لقيته ماركه تونسيه اي دونك عندها تستحق الحقيقه. زاده هي 8 على 10 تبارك الله عليها، محلاها ومحلا زينها وديما تقعد هكا ونقولها ربي معاك. وي ميرسي نعيمه، يعطيك الصحه. هذا الفاشن بوليس نتاعنا. باش نكملوا نختموا اليوم بالتجميل، وباش نحكيوا على حاجه اللي تؤرق برشا 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 نساء، معناها على خاطر احنا بلادنا سخونه وفيها الشمس، والمراه التونسيه ياسر مراه ناشطه وما تركحش وتدور وتخرج وتمشي وتجي، ودونك تنجم تصير لها مشكله نتاع لي تاش برون. الناس الكل تحكي على البقاع السوداء اللي يكونوا موجودين في الوجه، هذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم. لي تاش برون عفيف كيما انت قلت، تو لا بيان بريزونتي، سي ان بروبليم اللي موجود برشا في تونس. فيو طقسنا، فيو اللي احنا سي ان بيي ميديترانيان سخون، وفيو اللي الصيف زاد ولا يدوم برشا، وفيو زاد اللي احنا ما عندناش برشا الكولتور نتاع حمايه الوجه من اشعه الشمس. البقاع السوداء كلها سببها هو اضطراب في صناعه ماده الميلانين في البشره عن طريق الخلايا اللي متخصصه في صناعتها. هذا السبب الرئيسي نتاع لي تاش برون الكل. السبب الرئيسي نتاع لي تاش برون. لكن وقتاش يصير الاضطراب هذايا؟ يصير في ظروف معينه. مثلا كي نتعرضوا برشا لاشعه الشمس. وقتها باش نلقاو نوع نتاع بقايا نسميهم لي لونتيغو، بقعه هكا كحله بلات اللي هي نقولوا لها ليتاج دو فيياس. وانا مش موافقه عليه التيرم جمله، خاطر ماهيش مربوطه بالعمر، مربوطه بعمر البشره. داكو. كما مثلا البقعه هذه. دوك هذايا مربوط بتعرض لاشعه الشمس. فما زاد حالات كما هذه اللي يكون فيها بوسي برشا، اللي يكون فيها اضطراب هرموني. مثلا هذا ماسك دو غروسيس نلقاوه مثلا عند المراه الحبله، على خاطر نقولوا الدسه احنا. الدسه اللي تجي للمراه الحبله مثلا. فما زاد اضطراب هرموني اخر اللي يعطي البقاع السوداء هو اضطراب الغده الدرقيه، لا تيغويد. هذاك علاش ديما لازمنا طبيبنا يتفقد لنا التيغويد نتاعنا كي نبداو عندنا بقعه كحله. معناتها فما برشا اسباب اللي وقت اللي تبدا متوفره تؤدي الى ظهور البقاع السوداء هذوما. دونك حكيت لنا على الاسباب، باش تحكي لنا على العلاج نتاعهم والحلول نتاعهم. اما قبل هذاك مروان الشيف مروان يونسي ظهر لي حضرت لنا حاجه انت زيدة. دونك شنو اللي حضرت لنا؟ انا ومفات عملت لكم قاعد ديجا نعمل لكم في ديتوكس. اي خاطر سي ان بو سوجي فوالا ديتوكس. دونك باقي مع البلندير نتاعنا روسيل هوبس اللي تلقاوها في دارتي تونيزي. دارتي تونيزي ذكركم اللي هي موجوده بجنب كارفور المرسى. باهي ملا شيف مروان. اون فيت انا خايف على خاطر مش مستانس الكلاسون نحطه في وسط البلندير الكلاسيك، خاطر كي يبدا اذا الكوف بلاستيك ولا ماهيش اسي روبوست انه يتكسر. لهنا فرانشمون ما فماش علاش نخافوا. تري بيان. دونك ديتوكس هذايا شنو حطيت لنا فيه مروان؟ اون فيت حطيت موند دي غلاسون مي نعناع ثلج مي اورانج جو دورانج وعصير برتقال وحطيت لكم كيوي زاده وحطيت كيوي. دونك خليك تحضر لنا مالا انت مروان مالك شنو نجمو نزيدو نحطو في الديتوكس؟ في بلاصه كيوي باغ اكزومبل شنو نجم نعاود؟ عندك جنجمبر، هو كي حط الجنجمبر ساعات زنجبيل. اي زنجبيل ماذا بينا نحطوا معاه الكركم، هو سماح الله يصفر السنين. مي لو كركما والجنجمبر عندهم اون اكسيون انتي كونسيروز. داكو. معروفه معروفه. نجموا زاد نحطوا الكانيل. الكانيل اللي القرفه زاد باهية برشا في الـ في الـ في الديتوكس. هو الديتوكس اللي عملوا به، معناه لو ميلونج اللي عملوا به. تري بيان، يعطيك الصحه شيف مروان. نعرفش نذوقكم. وي دونك جيب ذوق لنا البنات. هو عوضوا بالبرقد، عوضوا بالبرتقال، معناها اون سورس دو فيتامين سي، هذيك زاد حاجه باهية هو عملها. نرجعوا احنا لي تاش برون، دونك الحلول، شنو هما الحلول؟ الطب في الوقت الحالي وفر برشا حلول، باش ما نقولش نتخلصوا، لكن باش نحاولوا نقصوا قدر المستطاع في البقعة السوداء هذيا. الحلول تمشي
من المستحضرات الطبية اللي هي معمولة لتفتيح البشرة. المستحضرات الكل فيها مبدأ، المبدأ بيدها هو نفس المبدأ يتعاود. ديما تلقى فيها أجون إكسفوليون يعني حاجة تقشر، ديما تلقى فيها حاجة أنتي أوكسيدانت يعني حاجة مضادة للأكسدة وحاجة تفتح. الكريمة هذية ولا المستحضر هذية يكتبه لك طبيبك أو ينصحك به الصيدلي متاعك. به أنا حاب أقول حاجة اللي لاحظتها واللي تبعوا فينا واللي تفرجوا فينا تو، ردوا بالكم ماكل لي بوماد ولي كريم اللي نلقاهم في الاسواق في اي بلاصه معناها، واللي موجوده بكثره واللي محطوط عليها اللي هي تنحي البقاع السوداء وتبيض البشره ودرجنا والحكايات هذوك الكل، راهو معناها عملوا مصايب ماهي مصايب في وجوه النساء. فريمون عفيف ميرسي بور سيت رمارك، على خاطر زملائي معناتها برشا زملاء باش يشاطروني الراي، رانا قاعدين نراو في 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 دي كاتاستروف معناها في كوارث جايه من شريان هالمضادات هذيا للبقاع السوداء من اي منطقه. راهو انسان قاعد على قارعه الطريق يبيع في ماده طبيه وماهيش ماهيش بروتيجي، لا موافقه عليها وزاره الصحه، لا يعرفوها الطب، والظروف نتاع العرض نتاعها والبيع نتاعها. راهو لازمنا ديما نتوجهوا للصيدلي او للباغا فارماسي وننصحوا انسان مختص ومتكون، ما يجيش نحطوا اللي يجي على وجوهنا. تصليح الاثار نتاع المواد هذيا اللي هي مواد بالحق اصعب واصعب اصعب اصعب من التاش بغون العاديه، دونك لازمنا نكونوا برودون. داكوغ، حكينا احنا على المواد هذيا، فما طرق اخرى مثلا البلازما، العلاج بالبلازما، البي ار بي، البي ار بي به راهو في الليتاش ينقصهم بالكدا، تنجم تعملوا وحده كما تنجم مثلا تعملوا هو والعلاج الطبي والكريم مع بعضهم. هذا بيان سور يوقف ديما في جوجمون نتاع الطبيب. عندك مثلا لو لازير دي بيغمونتون، فما نوع نتاع ليزر ينحي البقايا وموجودين طب يخدموا فيه في تونس ونتائجه باهيه. تري بيان. فما لو بيلينغ. هي البرشا ديتوكس. اي دوبل فاز. سي جولي. دوبل فاز. انا خايبه ما ناخوش. عليك كوكتيل. ما جابليش. لازم فيه سكر سينو. فوالا. خاطر انا نحب حاجات لي بالسكر ولا بالحق. اي ديما نزيد سكر. لا غالب نعلم لا غالب. دونك عفيف وصلت بك للبيلينغ كيميك اللي هو التقشير الكيميائي للوجه. التقشير الكيميائي للوجه هو حاجه يعملها طبيب. وفيها ان سويفي من بعد، دونك الحلول موجوده ربش نقصوا منهم البقاع السوداء. اما انا بالحق الرساله اللي نحب نعديها زوز حاجات. اول حاجه البقعه السوداء، وقت اللي تظهر لك بقعه سوداء فجاه ولا وقت اللي تبدا عندك بقعه سوداء وحسيت منظرها بدا يتبدل، حسيت لونها بدا يتبدل، عايشكم ديرماتو ديريكت. وي ديرماتو ديريكت راهو تنجم تخبي مرض اخطر. ما نستهينوش بهم. هذه الحاجه الاولى. يسوفيو عنه ساعات une toute petite tache صغيره de rien du tout مش كان في الوجه، تنجم تكون في بدنك في يدك في ظهرك في ساقك ما فيها حتى شيء، انت تحقرها وبدات الشكل نتاعها يتغير واللون نتاعها يتغير وينجم يتغير على امتداد سنوات. اكزاكتومون. تنجم تخبي مرض خبيث. تنجم تخبي مرض خبيث يعيشكم اخصائي الجلده وبسرعه. في الحالة هذه بالحق معناها ما يفو الي تري فيت لان ديرماتولوج، خاطر اخصائي الجلدة هو الطبيب المختص باش يفرق بين الحاجة البنين اللي ما فيهاش مشكلة وبين الحاجة اللي تنجم تخبي خطر ما. هذه النصيحة الأولى اللي باش نقولها لكم. النصيحة الثانية، البقعة السوداء قعدت سنوات باش تقعد في وجهك باش تكونت في وجهك، ما فماش روباكيت ماجيك تنحيها في 24 ساعة. في ساعة في ساعة وي. والخدمة والخدمة على ليتاش برون بمختلف انواعها لازم فيها تعاون بين الطبيب والمريض. بارتي من العلاج يعملها الطبيب والبارتي الاخرى لازم المريض يكمل ويواظب ويسمع كلام طبيبه ويستعمل الدواء بالطريقه اللي قال له الطبيب عليها. مش راها فتحت سيء بطل الدواء الكل. دونك هذا فريمون الميساج. يعطيك الصحة دكتورة، ميرسي بوكو دكتورة مليك، ميرسي نعيمة، ميرسي نادرة. يكملوا يبعثوا لي مقترحاتهم على باج الويكاند ولا على الانستغرام تاعي وفيسبوك نعيمة شرميتي ونجاوب تباعا على الاقتراحات نتاعهم قاعدين توصلني اقتراحاتهم في حلقة السبت ان شاء الله نلبيها لهم الكل. ميرسي يعطيكم الصحة البنات، دونك احنا نتقابلوا في الحلقة القادمة ان شاء الله وانتم اقعدوا معنا في المشاهدة باش نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا للجزء الأخير من حلقة اليوم الويكند.